البداية أود أن نحمل لكم تحية السيد رئيس الجمهورية نشكره في الصورة قبل ما يتنقل وزير لأي منطقة يأخذ تعليمات من السيد رئيس الجمهورية. وناس سمح لي الحظ أمس أخبرته بشراء نتنقل لولاية الجلفة، قال لي الحظ سيدي أخبرت لولاية الجلفة، قلت له سيدي ولاية الجلفة هي ولاية القلب، الحظ الواحد وجودي هنا وخوفي معكم إن شاء الله تكون فيه ثمرات بالأخص في ميدان الاستثمار. المجهودات اللي راكم قمتوا بها سيد الوالي مع لجنة رفع العراقيل على المستثمرين والمستثمرين عندي كل المعلومات، يعني شيء مهم.